وايد داتا مايننج. خلاص اتفقنا واحنا زهقنا خلاص نفسنا من داتا مايننج موفينج توورد انفورميشن ايج، احنا خلاص في عصر المعلومات، فانا عايز استغل كل حاجه او كل معلومه ممكن استغلها بحيث ان انا احقق منها ايا كان ديسيشن او فلوس ايا كان انا ممكن استخدمه من داتا مايننج. اتفقنا معلومه او بادج لازم تحط على داتا مايننج. داتا مايننج there is large verification of data integrity، تحل كل الداتا الخام اللي اتفقنا عليها، الداتا اللي موجوده في شكل ريكوردز، موجوده في شكل فيديوز، من الاخر اتحصل منها على معلومه مفيده. على سبيل المثال والحصر احنا بنتكلم عن انجن لايك جوجل سيرش انجن ريسيف هاندرز اوف مليونز اوف كويريز افري داي. ان سيرش انجن زي جوجل بيتلقى كل يوم ملايين او مئات من الملايين من الكويريز اللي بتحصل عشان تستعلم حاجه معينه، كلنا لا نستغنى عن جوجل. طيب each query can be viewed as transactions، كل كويري اللي ممكن اليوزر بيعملها جوجل ممكن يستخدمها as informations او ممكن يستغلها بشكل معين. يعني تخيل ممكن ترانزاكشن واحدة من يوزر بيبحث عن حاجة معينة ممكن جوجل تستغلها ازاي. يعني ببساطة جدا جدا هو بنتكلم مجموعة يوزر بيسيرشوا مثلا النهاردة عن شيء معين، فيبدأ جوجل بناء على ده الناس كلها يبقى اكيد في حاجة مهمة او اكيد في شيء ما هيحصل او شيء ما انا ممكن بناء عليه اربطه بسنة معينة او بتاريخ معين. فانا ممكن جوجل تستغل حاجة زي دي. ممكن جوجل بتشوف عدد الترانزاكشنز او عدد الكويريز بتحصل على موقع معين، فمن خلاله بتطلع لك ليك المواقع اللي هي اكثر مور فيزيتد مثلا في الشهر او في حياة معينة. فكل كويري او كل بيعملها اليوزرز جوجل ممكن تستغلها. What novel and useful knowledge can search engine from huge of query collected from user over time. ايه هي ممكن النولج المهمه جدا او المفيده اللي ممكن سيرش انجن لجوجل يبدا يستخدمها من الكم بيانات دي؟ طبعا حاجات كتير جدا، حاجات كتير ممكن جوجل يستغلها من الحاجات دي. واحنا زي ما احنا بنشوف النهارده interestingly some patterns found in user search queries can disclose invaluable knowledge. ان كل الحاجات اللي بتحصل على الكويري اللي بتحصل على اليوزرز اليوزر دي بالنسبه له داتا لا تقدر بثمن، لا يقدر يستغلها بكم معين عشان يقدر يعمل ابلكيشنز يوزر يستخدمه. هو بيشوف الناس مثلا عندها مشكله معينه فممكن يعمل ابلكيشنز. الابلكيشن ده في الاول سيبه لك زي ما عايز جوجل سيبه لك فري، وبعد كده تفتحه وتبقى بفلوس. فممكن تستغل كم الداتا او المشاكل اللي ممكن الناس بتسيرش عنها تحولها لكميه ابلكيشنز ممكن تحصل، او ممكن جوجل تعملها علشان في الاخر اليوزر استفاد منها، وكمان ممكن تعملها بفلوس. ففي التالي شافت ان بعض الترانزاكشن اللي حصلت عندها ناس بتسيرش على مشكله معينه، فالمشكله دي عايزه مثلا ابلكيشن بيحلها فجوجل تعمله، فتعمله في الاول فري وبعد كده ممكن تستغله تحول بفلوس. فالمعلومه نفسها ترانزاكشن زي الصغيره او كويري صغيره مهمه جدا. فور اكزامبل حاجه زي برضو جوجل فلو ترند اللي هي حاجه كانت جوجل عاملاها عشان تقدر تستخدمها في اكتشاف مرض زي من ضمن الامراض اللي هي انفلونزا. يوز سبيسيفيك سيرش تيرمز انديكيتورز اوف فلو اكتيفيتي ان فاوند كلوز ريليشن شيب بتوين نمبرز اوف بيبل هو سيرش فور فلو. ان جوجل عامه الناس كلها بتسيرش عن مرض زي مرض الانفلونزا اللي ممكن ان هي عامله ربط بين الناس اللي بتسيرش عن مرض زي ده واللي ممكن يحصل مثلا المرض ده في خلال مثلا 2 ويكس او حاجه معينه. فممكن الناس بتسيرش فتقدر جوجل تربط مثلا المرض ده هيحصل مثلا في الفتره الفلانيه في المصل او الحاجه اللي ممكن تستخدمه. فالداتا اللي بناء عليها ان انا بسيرش بيها عن مرض معين فجوجل اتعمل مثال لحاجه زي الفلو او الحاجه اللي بيسموها انفلونزا اللي في الاخر بتربط بينه وبين عدد اليوزرز اللي بيسيرشوا عن مرض زي ده، في الاخر ان هي ممكن تديك مثلا علاج معين او تقدر تشوف ان المرض ده ممكن يتفشى في مكان معين. وفور يور انفورميشنز ان خلاص جوجل عامه في جوجل فلو ترندز اللي كانت عاملاها للحاجه زي الانفلونزا دي خلاص ذا بروجكت وود ايم تو بريدكت فلو ان ممكن يكتشف حاجه زي الانفلونزا. البروجكت ده لانش في 2008 بس خلاص ويز اباندون وقف في 2015. مالتي دايمنشنال فيو اوف داتا مايننج، ايه هي المراحل او اللي بتعدي عليها الداتا علشان في الاخر او
بيسموها ايه، ايه هي الميجرزمنت، او تعال نقول بشكل معين بيسموها تعال نقول مثلا الاشكال اللي بتمروا بيها داتا مايننج. يعني ايه؟ يعني اول حاجه عشان اصلا ابدا اعمل داتا مايننج لازم يكون عندي داتا تو بي ماين. ايه هي الداتا اللي ممكن تكون ماين؟ والداتا دي تكون في شكل ايه؟ الداتا دي ممكن تكون في شكل ريليشنال داتابيز عادي، او ريليشنال تيبلز، ان هي عمليه النورماليزيشنز. عندي مجموعه تيبلز، كل التيبلز دي ليها ريليتد بعضها، يعني حاجه زي المنتجات مع الكاتيجوري، حاجه مع موظفين في ديبارتمنت. داتا وير هاوس، خلاص كلنا عارفين كونسبت داتا هاوس، ان هي عباره عن هيستوريكال داتا. لو هيستوريكال داتا ممكن استغلها برضو في ان انا اعمل فيها داتا مايننج. الترانزاكشن، حاجه زي مثلا لو هناخدها على سبيل المثال، الترانزاكشن ممكن اعملها بكريدت كارد. ستريمنج، الحاجه دي في شكل ستريم، اوبجكت اورينتد انتريشنال اكتيف، سبيشال اللي هي الحاجات الخاصه بالجيوغرافيك، او بيسموها اللي هي ممكن بتستغل شويه في الحاجات اللي هي لايك تعال نقول حاجه زي جوجل مابس. وفي حاجات عندي زي التايم سيريس والتيكست، مالتي ميديا، هيتروجينيوس، ليس لين ماوريس، دبليو دبليو اللي هي الحاجات ايا كان لو سمعنا كلمه دبليو في الداتا مايننج، ان ممكن ده يكون بشكل تكست، في شكل فويس، في شكل اوديو. فكلها دي الداتا اللي ممكن تكون عندي عشان اقدر اعمل ليها مايننج. طب الداتا دي احنا عايزينها ليه؟ عشان نقدر نعرف من ايه نولج تو بي ديسكفرد، ان انا عايز من الداتا اللي موجوده عندي او الداتا الخام اللي في شكل كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي اقدر اطلع منها نولج. طب النولج دي عشان اقدر اطلعها ازاي؟ ممكن اعمل عليها عمليه ديسكفر ازاي؟ طبعا هنتكلم فيها باستفاضه، بس النولج تعال نقول في حاجات انا استخدمها او الداتا مايننج ليها اكتر من شكل عشان تبدا تطلع من الداتا دي نولج. حاجه بنسميها كاتيجورايزيشن، ديسكريميشن، اسوسيشن، كلاسيفيكيشن، كلاسترنج. ايه الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي هنتكلم فيها بس باستفاضه. بس لو هناخد واحده منهم علشان اوريك شكل الداتا اللي ممكن تتعامل بيها داتا مايننج، او عشان اعمل بيها مايننج، او عشان اعمل منها ايه، عشان اعمل بيها ديسكفر للنولج، هناخد مثلا حاجه زي الاسوسيشنز. ببساطه شديده انا حاجه زي الاسوسيشن دي بستخدمها علشان اعرف ايه، مثلا لو مثلا ان مثلا حد بيشتري حاجه من سوبر ماركت عن طريق اونلاين، او عن طريق ايا كان نازل بنفسه يشتري حاجه من سوبر ماركت. ففي ناس بتشتري مثلا، هتدخل بعض السوبر ماركت تلاقي مثلا ايه، حاطط لي مع مثلا مسحوق غسيل معاه مثلا بريل اللي هو بتاع التنظيف. طب هو ليه حط المسحوق الغسيل ده مع بريل وحط عليه عرض، عمل عليه اوفرز وعمل عليه بروموشنز؟ الواحد ما سألش نفسه ليه مثلا عمل مع شيبسي مثلا او حاجة تانية عامل عليهم بروموشنز، لانه عنده الاستيشن هي حاجه بتسموها الربط، ان مثلا يوزر بعض اليوزرز او لقوا بعض اليوزر او كتير من اليوزر مين يشتروا حاجه معينه بيشتروا الاثنين مع بعض. فقال لك اهو عشان ابدا ازود المبيعات في الجزئيه دي، فانا هاجي هربط مثلا الشيبسي مع حاجه معينه، او مثلا بيبسي هربطهم مع بعض، احط عليهم ايفور فاليوزر يجري ويشتريهم. فده كونسبت من الكونسبت داتا مايننج اللي بتعمله عشان اقدر ان انا اعمل ازود نسبه مبيعات في جهه من الاتجاهات، حاجه بيسموها الاسوشيشن، اللي هي عمليه الربط، ان بعض اليوزر بيشتري حاجه مع حاجه تانية. التكنيكس، ايه هي الحاجات اللي ممكن استخدمها او بتستخدمها داتا مايننج عشان تبدا في الاخر برضو تطلع عمليه نولج؟ ماشي، ممكن داتابيز اورينتد، داتا وير هاوس. اوكي، طبعا حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هي دلوقتي عاملينها اللي هي الماشين ليرنينج، ان خلاص ان الاله كل شويه بتعلم نفسها بنفسها. بناء على ايه؟ بناء على داتا موجوده عندها مسبقا، فبتضطر تعمل عليها عمليه ايه، اناليسيس، وبتبدا تاخد بعد كده statistics والفيجواليزيشنز. ان من الاخر الداتا بتاعتي في شكل النولج دي بقدر استخدمها عشان اعمل عليها شويه احصائيات، او انا اطلعها في شكل جرافس، او حاجه ممكن تكون كيوزر انترفيس. طب ابلكيشنز، ايه الابلكيشنز اللي ممكن تستخدم داتا مايننج؟ طبعا حاجه زي الريتيلز. الريتيلز اللي هي الناس اللي بتبيع تجزئه، فاتفقنا خلاص الناس اللي بتبيع تجزئه دي عايزه تكسب، فبيستخدم كونسبت ضمن الكونسبت حاجه زي اللي احنا اتفقنا عليها، كلمه ايه، اسوسيشن. فازاي الريتيلز يستغل كل البيانات اللي موجوده عنده عشان يزود المبيعات؟ اتفقنا ببعض الحاجات اللي هي هقدر اعملها بديسكفر للنولج، هقدر استخدمها في حاجه زي ريتيل.
telecommunication, banking, fraud analysis. ممكن نقف على fraud analysis دي شوية مع banking. ان البانكينج وفraud analysis دي اللي هم حاجة fraud دي حاجة زي الهاكر كده. يعني مثلا لو بتكلم على كلمة بانك، ان مثلا في يوزر مثلا كل يوم بيعمل 3 ترانزاكشنز، بيشتري حاجات معينة من اماكن معينة كل يوم. طيب وانس ان اليوزر ده بدأ يعمل مثلا، لاحظوا في مرة من الايام ان هو لا جه في يوم اشترى مثلا 100 مرة، فده غير النورمال بتاعه ان هو بيدخل يشتري كل يوم 3 مرات. فهنا البانكينج عن طريق المايننج بيقدر يكتشف ان اليوزر ده بيعمل كل يوم 3 ترانزاكشنز، بس في اليوم ده عمل 100 ترانزاكشن، اكيد في هنا مشكله. فبيبدا مثلا يوقف لي الكارد ده عشان يقدر يقول ان مثلا الكارد ده لا ممكن يكون سرق، فاليوزر انه عمل اكتر من النورمال اللي هو ايه بيعمله. فدي كلها حاجات ممكن استخدمها في الداتا مايننج. واخدين بالكم ان انا مش بشرط ان انا بديتكت حاجه في كمبيعات، لا ده ممكن يكون في عندي مشكله هتحصل مع يوزرز، فانا ابدا اوقف علشان اتفادى المشكله اللي ممكن تحصل زي دي. ستوك اند ماركت اناليسيس، تكست مايننج، ويب مايننج، كلها الحاجات دي كلها ممكن تستخدم مع داتا مايننج. ممكن نوقف الفيديو ده عشان بس ما يكونش حجمه كبير. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.